كابتن بلال هو ام بيحقق الهدف بالرغم من انه ما قدمش مباراه جيده. السيطره كانت للنادي الاهلي، النادي الاهلي خسر نقطتين. بس خليني اكلمك على نقطه المباراه الثانيه على التوالي. النادي الاهلي يكون متقدم وما يقدرش يحافظ على هدف التقدم. اه طبعا حاجه من الحاجات السيئه في الوقت الاخير انك انت تبقى كسبان 2-1 بتلعب فرقه يعني مع احترام الشديد طبعا لتاريخ انبي في الدوري العام وامكانياته وقدراته، لكن فرقه يعني ما وصلتش عندك غير بهجمه او هجمتين تقريبا، يعني هجمه الجول والهجمه اللي قبلها بتاعت مصطفى، لكن دي الكره الاخيره دي ركله ركنيه. ففرقه توصل بثلاث كور او بكورتين تسجل جونين او بثلاث كرات تسجل جونين، ده موضوع صعب جدا يا كابتن علي. في مشاكل كتيره جدا، خد بالك المشاكل الكتيره اللي موجوده. اولا مشاكل فنيه، يعني اول حاجه مشاكل فنيه، تاني حاجه مشاكل تتعلق بـ 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 بشخصيتي جوه الملعب. تمام، انا النهارده كراجل مدير فني، النهارده كمدير فني بعد التحليل اللي حللته المباراه اللي فاتت وطريقه اللعب والكلام اللي اتكلمته في المؤتمر الصحفي وان دي طريقه لعب مختلفه وان انا بغير طرق اللعب بتاعتي، لا انا ما شفناش الكلام ده النهارده خالص نهائي. انت النهارده فرقه في المتناول، انا لو لعبت ابقى احسن من لعيبه انبي، يعني انا لعبت كده ابقى احسن منهم. الاداء بتاع فرقه انبي وهم نازلين النهارده الملعب ما بيبصوش خمس ست كرات ورا بعض. انت النهارده كان بعد تسجيلك الهدف الاول كان ممكن تسجل الهدف الثاني وتروح تسجل الهدف الثالث وتسجل الهدف الرابع. حاجه يلام عليها المدير الفني ويلام عليها اللاعبين ايضا، خد بالك مش بس المدير الفني، يعني ما ينفعش نقول كله عند المدير الفني، لا في جزء كمان عند اللعيبه. انا النهارده شخصيتي في الملعب، النهارده يعني احنا زمان خد بالك كنا احنا واحنا لعيبه بيعلمونا المدربين نعمل تيست للعيبه اللي في الملعب اللي قدامنا، نضغط عليهم نشوف نروح نرقص نخش واحد يعني كره جامده شويه نختبر القوه بتاعته، فاهم قصدي؟ يعني نعرف الجيم رايح فين، هل الجيم رايح لجيم قتالي هنحارب طول الماتش ولا جيم سهل ولا جيم فيه كوره؟ تمام، انا كلعيب نفسي مش بس المدير الفني اللي بيقول لي الكلام ده، لا لعيبه النهارده في الملعب من وجهه نظر الشخصيه افتقدنا السبيريت بتاعت النادي الاهلي. خد بالك احنا قاعدين بره يعني عمالين فين الجول الثاني؟ انت بتجيب الهدف وبتتراجع ليه بتتراجع؟ دي برضو دي كومن ما بين المدير الفني واللعيبه، خد بالك يعني انا كمدير فني طب ليه احنا بنتراجع يا جماعه؟ انت افضل واحسن وبتنقل كوره ورايح على الجول وعندك مساحات في الملعب وهم عندهم ميس باس كتير جدا جدا جدا، وانت مع ذلك سجلت الهدف الاول وتراجعت لحد ما هم سجلوا فيك الهدف الثاني وابتديت ترجع ثاني، فاهم قصدي؟ تبدا تدور على الهدف الثاني، سجلت الهدف الثاني وبرضه يعني وقفت برضه مش تراجعت بقى، لا انت اتدلعت. لا بص يا كابتن، انت اتدلعت بعد الهدف الثاني مش تراجعت، فرق في الاثنين. انت في الجول الاول تراجعت، في الجول الثاني اتدلعت شويه، اللعيبه عايز تباصي وانت واقف وبتاع، يعني الشخصيه بتاعت المكسب مش حاسسها، مش حاسس ان انا عايز اجيب جول ثالث، فاهم؟ مش حاسس ان انا عايز اخلص على الماتش اقضي عليه. جات لي ثلاث اربع فرص اخلص الماتش بعد جول كهربا، لا انا واقف بعمل كده بباصي الناحيه دي وبباصي الناحيه دي وبباصي. حتى طريقه الاستحواذ كانت على الواقف، انت بتباصي الكره على الواقف، ما حدش عايز يتحرك، مش عايز يروح على الجول، ما حدش بيتكلم. افتقدنا النهارده حاجه مهمه جدا 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 وافتقدناها برضو الماتشات اللي فاتت، بس احنا ساعات لما المكسب بيبقى موجود خد بالك بتتغاضى عن بعض الاشياء. الليدرز اللي في القائد اللي في الملعب. اه طبعا مفيش يا كابتن، مفيش النهارده انا ما شفتش واحد يقول يلا يا جماعه يلا خلاص طب نجري نترحر شويه نلعب بقوه شويه نركز اكتر من كده نضغط عليهم اكتر من كده نقفل الجيم احسن من كده. خد بالك دي مهمه برضو اللعيبه ومهمه المدير الفني. ثالث حاجه المدير الفني بعد ما كسبت لا داعي لهذه التغييرات. انا مش بتكلم على تغييرات اللعيبه، انا بتكلم على البوزيشنز. تمام، لا داعي خلاص انت كسبان شايف فرقتك يعني ما عندناش الشراسه في الملعب خلاص يبقى نلتزم الحته الدفاعيه اللي عملتها زي الماتش اللي فات، التزم بقى الحته الدفاعيه أأمن الخطوط بتاعتي أقف. هم خلاص كانوا هم الجيم خلاص بالنسبة لهم كان خلص خلاص. أنت فتحت الجيم بنفس طريقة اللعب الباس وتدي له فرصة إنه يروح تدي له فرصة إنه يرقص واللعيبة في الملعب واقفين في الملعب مفيش نحرارة مفيش قوة في الملعب مفيش شراسة مفيش شخصية في الملعب. أنت ما يميزك أساسا الشخصية بتاعتك شخصية اللعيبة في الملعب، ما يميزك القوة اللي بتلعب بيها
وبعدين بتيجي المهاره. ما هو ساعات يا كابتن ايمن انا وانت في ما يبقاش يومنا النهارده في الملعب تمام، لكن ايه اللي بيفرقني عنك او يفرقك عني؟ ان انا اكون موجود بشخصيتي في الملعب. ممكن فنياتي ما تبقاش على حاجه النهارده، ممكن الكره ما تكونش ماشيه معايا، اكون النهارده باد لك مش يوم دي اوف بالنسبه لي، لكن وانا دي اوف لا، انا شخصيتي موجوده في الملعب، بحارب وبقاتل وبجري وبعمل سبرنت لحد الدقيقه 95. لكن ده ما حصلش النهارده الشوط الثاني مع الاهلي، مع ان خد بالك والله اسهل مباراه خطها دي، اسهل بكتير جدا من الماتش اللي فات بكتير جدا، يا مباراه في المتناول. يعني انا ببقى حزين ساعات انك تخسر ماتش زي ده، يعني عارف لو انت لو الفرقه الند بالند وخلاص خلاص، هي دي كره القدم، انت بتروح وهو بيروح، انت بتضيع وهو بتضيع، انت بدلك النهارده مش ماشيه خلاص، هو حط واحده جت، انت حطيت واحده في العارضه وخرجت، هو حط واحده خبطت داخل الجول، خلاص ماشي خلاص، هي دي كره القدم، وارد انك تتعادل، وارد انك تتغلب عادي جدا. لكن النهارده يبقى الجيم بتاعي وانا اللي مسيطر والفرق اللي قدامي مستسلمه بالشكل ده، واخرج بنتيجه 2-2 حتى مش 1-1 يعني يجيب فيها جولين، لا الخطا خطا عندي انا. خد بالك انا لسه قبل الماتش يا كابتن كنت بكلمك في ايه، انت الماتشات المؤجله دي مشاكل بالنسبه لك، مش حاجه جيده، لان انت كل ما تعدي خد بالك انت بترجع لورا خلاص، انت خد بالك 9 ماتشات المباراه اللي قبل اللي فاتت كنا 7 والفروقات يعني بنعد، لو كسبنا والله 7 في 7 ب 49، لكن انت الماتش اللي فات خسران 3، الماتش ده خسران 2، عندك ماتش كمان يوم مش هتلحق تريح. وان خد بالك وعشان ما نحملش المدير الفني النهارده، على فكره في 7 لعيبه في ملعب مش مجهدين، يعني النهارده ما تيجي تقول التشكيل عمر كمال عبد الواحد واحمد نبيل كوك ومجدي قفش ومحمود كهربا وانطونيو مودس وطارق محمد طارق، ما دي لعيبه ما بتلعبش كتير في الملعب، يعني دي المفروض لعيبه تسيب جلدها في الملعب، ده طبيعي، ده اللي المفترض كنت النهارده نعمله، وده اللي المفترض نعمله المباريات اللي جايه. احنا بنقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ لان انت لسه ده جزء صغير من الصعب، الصعب الكبير لسه ما جاش، ده النهارده خد بالك ده تاني مباراه على التوالي، تاني مباراه على التوالي، ده انت لسه ده انت عندك 8 ماتشات ورا بعض، 8 ماتشات ما عندكش وقت للراحه، لازم تركيز قوي جدا جدا جدا، لازم شغل قوي جدا، لازم يبقى كباتن الفرقه كمان مش بس المدير الفني، كباتن الفرقه لازم يكون لهم دور كبير جوه الملعب، عشان اللي احنا بنشوفه النهارده جوه الملعب ده لا، محتاج الاهلي محتاج قاده جوه الملعب.